أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله في الحديث. وأصدق قلنا إنها جاءت أفعل تفضيل، لا لأن الصدق مقولة بالتشجيق ففيه صدق وفيه صدق أصدق، بل الصدق واحد لأنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع. ولكن أصدق هنا لكثرة الحديث الذي حدثنا الله به عما نشهد من عالم الملك وعما لا نشهد من عالم الملكوت. فإن تحدث الناس فإنما يتحدثون في عالم الملك الذي يدركونه بحواسهم، ولكن الله إذا حدثنا حدثنا عن عالم الملكوت، فكأن الله أصدق حديث لأنه أكثر من حدث. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما لكم في المنافقين فئتين. فما لكم، احنا قلنا كل جملة سبقتها فاء يبقى لازم فيه سبب وفيه مسبب، فيه علة وفيه معلول، فيه مقدمة وفيه نتيجة. كل الأشياء التي تكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المنهج إلى الناس ويكون الناس بعد سماعهم المنهج أحرار فيما يختارون. إذن فالقتال لم يشرع لفرض منهج، وإنما شرع ليفرض حرية اختيار المنهج، بدليل أن الله يقول لا إكراه في الدين. ومدام لا إكراه في الدين يبقى ما بنفرضش دين، إنما فقط الإسلام جاء ليفرض حرية الاختيار في الدين. فالقوى التي تعوق حرية اختيار الفرد لدينه يقف الإسلام أمامها ويترك الناس أحرارا يعتنقون من الدين ما يشاءون، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام بالسيف ظل فيها بعض القوم على ديانتهم. فلو أن القتال شرع لفرض دين لما وجد في بلد مفتوح بالسيف واحد على غير دين الإسلام. بعد أن تكلم الحق عن القتال وهو إلى آخره، وقال وقاتل وحدك في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك وإلى آخره، شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هنا فيها معنى الإنكار وفيها معنى التوبيخ، وذلك شائع في كل الأساليب التي تتفق معها في القرآن الكريم. فإذا سمعت كلمة فما لك لا تفعل كذا، ما لك لا تفعل كذا، فكأن قياس العقل يقتضي أن تفعل. العجيب أنك ما فعلتش، يبقى لا يمكن أن يأتي هذا الأسلوب إلا إذا كان الأسلوب يستنكر أنك لم تأتي بشيء. ما لك لا تذاكر وقد قرب الامتحان، فكأن منطق العقل يفرض عليك إن كنت قد أهملت في بقية العام فما كان يصح لك أن تكمل الآن. إذن في قياس عقل، فكأن التشريع والقرآن يخاطب المؤمنين بأن لا يقبلوا على أي فعل إلا بعد ترجيح الاختيار فيه بالحجة القائمة عليه. إنما تعمل أي عمل كده بدون ما تفكر فيه ليه عملته، وتترك أي عمل دون أن تفكر لماذا لم تعمل. فكأن أسلوب فما له وفما له يجي مثلا أولاد سيدنا يعقوب قالوا إيه؟ ما لك لا تأمن على يوسف، يعني إيه ما لك لا تأمن على يوسف؟ يعني أي حجة لك يا أبانا في أن تحرمنا من أننا نكون مأمونين على يوسف نستصحبه في خروجنا؟
فكأن القياس عندهم ايه؟ انهم هم اخوة وانهم عصبة وما يصحش ابوهم يخاف على يوسف من مين؟ لا منهم ولا من شيء اخر يأتي ليعمل في يوسف اي عمل يكرهه، لانهم عصبة يعني جماعة كتير. يبقى اذن كلمة فما لك أي فما لهم لا يؤمنون، كأن القياس يقتضي ان يؤمنوا. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله كأن القياس انهم يعملوا ايه؟ انهم ما يعرضوش عن التذكرة. اذا فاسلوب فما له وفما لك وفما لهم وفما لكم كله يدل على ان عمل المؤمن يجب ان يستقبل اولا بترجيح ما يصنع او بترجيح ما لا يصنع. اما ان يفعل الافعال كده جزافا بدون تفكير في حيثيات فعلها او في حيثيات عدم فعلها، يقول له دي مش شغلة العاقلين. يبقى عمل العاقل ايه؟ انه قبل ان يقبل على الفعل يشوف البديلات اللي العقل يختار به. انت هتلعب وبعد ما تلعب تسقط، وبعد ما تسقط تبقى فعلوه. طيب انت تجتهد لانك بعد ما تجتهد تنجح، وبعد ما تنجح تبقى انسان مرموق في الدولة. الله اذا يوادم ايه؟ انا بريح نفسي الان عشان لا اصبح الصباح وانا مجد في دروسي وعايز انام، نقول له لا انا بتعب علشان كذا. الله يبقى اذا كل عمل من الاعمال ايه؟ يجب ان يقارن اولا بالنتيجة التي يأتي بها وبترجيح الفعل على الترجيح. هنا بقى الآية بيقول ايه؟ فما لكم في المنافقين فئتين. على هذا القياس كأن القياس كان يقتضي ايه؟ ان لا نكون في المنافقين فئتين، بل يجب لنا نكون ايه؟ فئة واحدة. فكأن منطق العقل ان كنتم تعرضوا المسألة فتجدوها ما يصحش لانكم تكونوا فئة ايه؟ فئة واحدة. يقول له فئة واحدة، ده كلمة فئة دي يعني جماعة، وجماعة يبقى افراد انضموا الى بعضهم، وما دام الافراد انضموا الى بعضهم وهم افراد مختلفين كل واحد يبقى له هوى وكل واحد يبقى له ايه رأي، فكيف نجمعهم على ان يكونوا فئة واحدة؟ نقول له ما يبقوش على فئة واحدة الا ان كان هؤلاء المتفرقين كافراد يجمعهم هوى واحد، هو هوى الايه؟ هو هوى الدين. ولذلك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اذا اللي بيخليهم يختلفوا ايه؟ ان كل واحد بيبقى له ايه؟ يبقى له هوى. طب هم ايه حكاية المنافقين وفئتين؟ وكلمة فئة يجب ان نعرف انها الجماعة، بس مش مطلق جماعة. يعني ما تقولش على جماعة ماشيين في الشارع يجمعهم مكان وزمان ولكن لا يجمعهم هدف ولا غايه، ما تقولش عليهم فئه. ده ناس كده ماشيين في الشارع، هم فئات كتير وماشيين كلهم، انما ما يجمعهمش ايه؟ ما يجمعهمش وهم هدف، انما جماعه مجتمعين لهدف نقول نقول عليهم ايه؟ ليه؟ اشمعنى خصت بفئه وبطائفه؟ فئه وطائفه. قال لك لان معنى فئه يفيئون الى بعض. يفيئون الى ايه؟ الى بعض. في الامر الواحد اللي جميعهم، وطائفة يطوفون حول شيء ايه؟ هو شيء واحد. مفهوم الكلام كده على الاول. ادي فئة. طيب مدام بقى فما لكم في المنافقين فئتين، نقول لهم نزهوا عقولكم ان تكونوا في الامر الواحد لكم رأيين. وخصوصا اذا كنتم مجتمعين على الايمان باله واحد ومنهج واحد. فما لكم في المنافقين فئتين. ليه بتبقوا طب المنافقين هم ايه بقى؟ اما قال لك احنا قلنا زمان ان المنافقين كل المعنويات يؤخذ لها اسماء من الحسيات، لان الادراك الحسي هو اول وسيله في ادراك للقلق، وبعدين تيجي المعاني، وبعدين تيجي المعنى. يبقى الاول الايه؟ الامر الايه؟ الحسي. فلما نيجي لكلمه منافقين نقول لها ماخوذه من امر حسي كان يشهده العرب في بيئته. ايه الامر الحسي؟ في حاجه اسمها اليربوع، حيوان كده زي الفار وزي الضب وكده.
اسمه ايه؟ اليربوع. اليربوع ده مشهور بالايه؟ بالخداع والمكر. يقوم يخاف من الحيوانات اللي تيجي تهاجمه، يقوم يعمل له بحرين او بحور متعدده، ويجي قدام اللي عايز يعمله فريسه وينفذ من ايه؟ من جحر. يقوم دوك هيستناه على مين؟ يروح هو عامل له جحر ثاني كده وخارج منه وسايبه واقف. الله، يبقى كأنه عامل له منافذ، كأنه بيخادع، بيعمل شيء ونقيض الشيء، يعمل شيء يدخل فيه انما بيعمل شيء كمان يخرج منه. كذلك المنافق. احنا قلنا ان المسائل الإيمانية والعقدية بيمر عليها ثلاث قضايا: مؤمن، وهو الذي يقول بلسانه ويعتقده. اذا ده ملكاته منسجمة ولا مش منسجمة؟ ملكات منسجمة تمام. طب والكافر؟ طب ما هو برضه مش معتقد وما قالش، تبقى ملكات منسجمة ولا مش منسجمة؟ بس منسجمة إلى غاية ضارة، مش كده؟ طب والمنافق؟ ملكاته مش منسجمة. ليه؟ لأنه له لسان قال هه وله قلب ما قالش، يبقى موزع ولا مش موزع؟ يبقى عمال بينافق. ليه؟ عايز ياخد خير ديا وخير دي. ادي الايه؟ ادي المنافق. القضية برضو كانت كده، في جماعة حينما رأوا انتصار المسلمين في غزوة بدر قال لك الريح في جانب المسلمين، ولا نأمن بقى انهم بعد انتصار بدر ده وقتل صناديق قريش وسلب مش عارف ايه والغلاء ده، دول يمكن يجوا لنا. ففيه جماعة نافقوا نفاقا من نوع اخر وعملوا منهم في مكة انهم ايه؟ مسلمين، علشان لما يجي اللي مفكرين فيه وان المسلمين يدخلوا يبقى عندهم ايه؟ ادي واحدة. او هم جماعة كانوا راحوا المدينة مهاجرين وبعدين ما صبروش على مرارة الهجرة عن الوطن والاهل والماء، ففكروا في المسائل. طبعا حمية الايمان اخدتهم وخلتهم هاجروا ايه؟ للمدينة. وبعدين قعدوا كده، اللي له مرض الشوق لها، اللي له ولاد، اللي له مال، اللي له مش عارف ايه، فقعدوا فكروا قال لك الله احنا بقى ايه نرجع عن الدين ده ونرجع نروح ايه بلادنا ونقعد ننافقهم لحد ما نقول لهم ده احنا لنا اموال وحنرجع نجيبها من مين؟ من مكة، وبعدين بعد ما نخرج نعمل اللي احنا عايزينه. فبلغ المسلمين الخبر من هنا ومن هنا، فانقسم المسلمون قسمين، قسم يقول نقاتلهم وقسم يقول لا لا نقاتلهم. اللي بيقول نقاتلهم هي حمية ايمان مش كده، واللي بنقول لا نقاتلهم يعني ليه؟ أم قال لك لان ما دام اظهروا وقالوا ايمان واحنا يعني كده شققنا عن قلوبهم، طيب يقول انما يمكن برضو هم قالوا كده عطف عليهم مش يمكن. فالمسلمين انقسموا قسمين، فجاء القرآن هكذا. لما ينقسم المسلمين قسمين وبعد ذلك يأتي القرآن ليحسم امرا اختلف فيه المؤمنون به، يبقى دليل على ان رب القرآن صنع جمهور الايمان على عينه، ولما يشوف اي خلل فيهم يقوم ايه يسارع كده ويروح حاسم المسألة، قال ايه الحكاية بتاعتكم الجديدة اللي انتوا عاملينها، ما لكم في المنافقين فئتين؟ كلمة فئتين والخطاب لجماعة ما لكم، ادي جماعة تفيد انهم ايه ملمومين، وفئتين تفيد ايه انهم مختلفين. يبقى فئتين تناقض ايه الخطاب فيما لكم، يبقى لازم تقدر تقول فما لكم افترقتم في المنافقين الى فئتين ما لكم ايه. طيب اذا كان ده اسلوب توبيخي وتهديدي وما يصحش يحصل، الكلام ده ينصب على كل المخاطبين؟ طب نشوف، هل القرآن مع من قال نقتلهم ونقاتلهم ولا مع من قال بغير ذلك؟ فإن كان مع الأول يبقى ما بنأنبش التنويه، يبقى بنكرمهم، وإن كان مع ده يبقى الأسلوب جاي يكرم واحد اللي هو
اللي مع الرأي الموافق لما يقول القرآن، مش كده ولا لا؟ الرأي اللي هيجيب القرآن ان نقتلهم. طب ما دام فئتين، فئة قالت نقتلهم وفئة قالت لا، يبقى التعنيف والإنكار والتوبيخ منصب على مين؟ على اللي قال لا، مش كده؟ والتانيين، فكيف يكون الأسلوب توبيخ؟ أسلوب قال لك الأسلوب حين يكون توبيخا لمن يرى رأي يبقى تكريم لمن يرى الرأي المقابل، يبقى تكريم لمن يرى الرأي الايه؟ يبقى ما دخلش في التوبيخ ده، بالعكس اداله الحيثية اللي تخلى رأسه ايه؟ مرفوع. فما لكم في المنافقين، يعني اي حجة لكم في ان تفترقوا في امر المنافقين الى فئتين؟ والقياس يقتضي ان تدرسوا المسألة دراسة عقلية ودراسة ايمانية لتنتهوا الى انه يجب ان يكون رأي واحد. رأي ايه؟ رأي واحد. فما لكم في المنافقين معنى الانكار، يبقى لا حجة لكم في ان تكونوا فئتين. فما لكم في المنافقين في ايه؟ فئتين، والله اركسهم بما كسبوا. كلمة اركسهم ساعتين انت ما تسمعها بالله تستفيد منها ايه؟ الاسلوب كده من غير ما تعرف اركسهم يعني ايه، مش عايزين نقول معناها ايه، انما انت ساعتين ما تسمع اركسهم كده تفيد ان الاسلوب كده دل على انه دلدتهم يعني نقص، من غير ما تفهم المادة. شوف ايحاءات الاسلوب القرآني ايه شكلها، ايحاءات اللفظ وانسجامات الحروب بتاعه. والله اركسهم بما كسبوا. قال لك ما هي اركسهم ديا، اهي ركسه يركسه ركسا معنى رده. طب والله اركسهم يعني ايه؟ ردهم الى ايه؟ كأنهم كانوا على شيء ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشيء الأول. وهم كانوا إيه الأول؟ كفار. وبعدين إيه اللي حصل؟ آمنوا. وبعدين إيه؟ لكن هل الله أركسهم يعني تعنتا معهم أو قهرا؟ لا، ده بما كسبوا. بما إيه؟ بما كتبوا، عشان ما يجيش واحد بقى ما احنا هندخل في متاهه، ما دام ربنا هو اللي ركسهم يبقى بيعاقبهم ليه، ولا بيلومهم، ولا بيوبك ليه، ما هو اللي عمل فيهم كده. ام قال لك انا اركستهم ولكن بما ايه؟ بما كتبوا. تمام. يبقى ركسه يركسه ركسا ورده، وهو ماخوذ من شيء اسم الركس. الركس مصدر، الركس هو الاسم. ايه الركس؟ الركس هو لا مؤاخذه الرجيع الذي يرجع من معدة الانسان قبل ان يتمثل الطعام. يعني زي ما نقول كده نفسنا ايه غمت علينا، ده فلان بيرجع، فلان بيرجع، وانت تنظر الى العمليه كده تقوم تجد ان الطعام اللي الواحد يشتهيه ويحبه ويقبل عليه كده وياكل بلذة وعينيه بتاكل بلذة وايده بتقطع بلذة وينضغ بلذة، بمجرد ما يتمضغ مع بعضه كده وينزل في المعدة عاديك عليه بقى. لو تمثل الطعام وهضم وخدت منه اللي خدته ثم خرجت فضلاتك، الفضلات تبقى مقبولة على انه يرجع قبل ما يتمثل. الفضلات حقيقية اللي هي الراس يعني، يبقى ايه؟ يبقى مقبول لما تشوف واحد لا مؤاخذة بيقضي حاجة وواحد بيطرش، نفسك تتقزز من مين؟ طب اشمعنى الحكاية دي؟ قال لك لان دي طعام لسه ما ايه؟ خلاص ذهب من شهوة المضغ والاستمتاع ولم يصل الى مسألة التمثيل والامتاع، بقت حاجه ايه. ولذلك يقول لك كل بنسمع احنا كده يقول لك كل ما فات اللسان بقى نتاج. اهي الركس بقى هو الرجع الذي يرجعه الانسان بعد الطعام قبل ان يتمثل. بعد ان يتمثل ويخرج من غير مدخله، يعني يخرج من مكانه الخاص، يبقى اسمه روس. اسمه ايه؟ روس. فالحق سبحانه وتعالى شوف جاب الكلمه منين، والله ايه
أركتهم، يعني كأنهم اتردوا قبل ما يتمثلوا ولا ينتفعوا بحاجة أبدا. شوف بقى التعبير القرآني ازاي جاب العبارة لتؤدي هذا المعنى وتؤدي إلى نصرة العمل، نصرتنا منه. والله أركتهم بما كسبوا، يبقى الأركت الرد. وهل هو مطلق الرد أم رد له كيفية؟ قال لك لا، ده رد بإهانة كمان. رد بإيه؟ بإهانة. إزاي؟ قال لك لأن الشيء إن كان قوامه على أن يقف كده رأسي، يبقى الركب أن تجعل رأسه في مكان قدمه وقدمه في مكان رأسه. مش بس رد كده عدل، لا، ده رد تهزيه كمان. رد إيه؟ تهزيه، لا كلام عليه. طب وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطول كده، يبقى الركب إيه؟ إن اللي في الأول تجيبه في الآخر، واللي في الآخر يعني تشقلب له إيه كيان، وإن كان رأس تجيب رأسه عند رجليه ورجليه عند إيه؟ ولذلك شوف القرآن، ما نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على إيه؟ رؤوسهم. ليه؟ لأن الرأس اللي هي مبنية على الإيه؟ القامة والهامة والارتفاع والقدم اللي معمول، يبقى هي إيه؟ تبقى تحت. يبقى مش، يبقى والله أركسهم، مش ردهم ردا مطلق رد، لا، بل رد إيه؟ بل رد مهيب، رد يقلب لهم الأوضاع، يقلب لهم الإيه؟ الأوضاع. والله أركسهم بما إيه؟ بما كسبوا. يبقى إذا ما فيش واحد يقول ما دام الله أركتهم يبقى هم ذنبهم إيه؟ ما هم هم منفعلين لا فاعلين. نقول له لا، الله أركتهم بسبب إيه؟ ما كسبوا. قال أو تعالى بقى الكلية أو المدرسة تعمل مثلا أسئلة امتحان، وعاملة اللي ياخد في المادة دي مثلا 50% ودي 40% ودي 30%، هي اللي عملت كده ولا لا؟ وبعدين جم الكلام ده دخل، هل لما واحد يجي يسقط يقال ان المدرسة سقطته؟ صحيح، انما هي سقطته بايه؟ بالقوانين التي صنعتها له قبل ان يدخل الامتحان. انما هو اللي سقط نفسه ولا لا؟ هو اللي سقط نفسه. يبقى الله اركتهم، مش جاب لهم الرزق كده ولقح عليهم، لا، ده هم اللي ايه؟ هم اللي كسبوا كسبا، جعل قضية السنة الكونية التي جعلها الله لهم كذا هي اللي تؤدي بهم. زي الرجل اللي الولد اللي ما ذاكرش او ما جاوبش في الامتحان، لا يقال ان المدرسه ايه؟ سقطت. يبقى هو اللي ايه؟ لما تيجي للتحقيق يبقى هو عمل ايه؟ هو اللي سقط نفسه، هو اللي سقط ايه؟ هو اللي سقط نفسه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك الله هو الذي اضل ولا غمالهم بقى، يبقى ذنبهم ايه؟ المساله القضيه الذي يقول بها الجماعة المسرفون على أنفسهم، المسرفون على إيه؟ يبقى أنت تأخذ الآية دي إيه؟ والله أركسهم بما إيه؟ قل له أركسهم بما كسب، خلاص؟ يبقى أضلهم بإيه؟ بفعله. إزاي بقى؟ أم قال لك لأن إحنا قلنا زمان إن الهداية بتأتي بمعنيين اثنين، افتكروا الكلام. احنا بنقول دائما نكرر مثل هذا الموضوع لانه دي متاهة بيقع فيها اناس كثيرين، ويجي المسرفين على انفسهم اللي نفسهم قضية الدين دي تبقى كدب في كدب. لان لما يبقى قضية الدين صدق يروحوا في داهية، يقوم يتمحك في ايه؟ يقولك يا عم كلام مش هو. يبقى من حظهم ان الدين ده يبقى ايه؟ يبقى كذب، لانه لو كان صدق يقعد ايه؟ ولذلك تجد المعضلات بتاعتهم او المناقشات بتاعتهم تدلك على انها مناقشات المسرف على نفسه. المسرف ازاي؟ يجي يقول لك يا اخي ما دام ربنا هو اللي كتب عليا كل حاجه، طب بيعذبني ليه؟ هو اللي كتب عليا المعاصي، هو اللي عمل فيا كده، بيعذبني ليه؟ طب اشمعنى امنت ان ربنا كتب دلوقتي؟ اشمعنى امنت ان ربنا اللي ايه؟ اللي كتب. طب ما دام امنت ان ربنا اللي كتب، طب ما تؤمن بيه بقى وشوف شغلك وياه. انما هو بده يعمل ايه؟ نقول له علشان تفهم ان الوقفه دي مش عقليه، عشان ما تفهمنيش انك انت العقل بتاعك وقف في القضيه ولا هضمهاش. ما دام الله قد كتب علي المعصيه وهو اللي عمل ضلني وهو اللي كذا، بينتقم مني ليه؟ قل له يا حبيبي لو وقفتك عقليه صحيح
كنت جبت القضية المقابلة، كنت جبت القضية غير اللي هي ايه؟ اذا كان ربنا كتب علي المعصية يبقى بيعذبني ليه؟ كنت تقول واذا كان الله قد كتب علي الطاعة يبقى بيسيبني ليه؟ ولا ايه ما يقولش كده؟ طب زي ما قلت دي بقلدي ولا لا؟ طب اشمعنى دي ما دغتيها كده وفوتتها؟ لانها دي هتجيب لك خير ففوتتها لربنا، والتاني هتجيب لك ايه؟ قال فوقفت فيها. فوقفت ايه؟ فوقفت فيها. قل له يا حبيبي انت ما تقولش المسألة دي الا وانت مسرف على نفسك، انما عمري ما نشوف واحد ملتزم قالها ابدا. الملتزم نفس الامور تمشي زي ما امن كده ولا مش كده ولا لا؟ انما غير الملتزم هو اللي بده ايه؟ هو اللي بده يبدل. اذا لما يجي يقول لك اظل اقول له يا سيد الفضل. ولذلك انا يعني الى الان وليسامحني الله وليغفر لي بستعجب العلماء اللي سبقونا كيف جعلوا هذه المسألة محل خلاف. ويقول لك معتزلة واهل السنة واهل مشبركي او مش عارف ازاي. المسألة كلها لازم تنفيهم على ان الاسلام ده دين فطرة مش جاي للفلاسفة بس، ده جاي للعقل الفطري، يعني راعي الشاه فيها زي الفيلسوف، راعي الشاه فيه اللي بيكرس في الشارع زي الفيلسوف، اللي عمال بيمسح الجزم فيها زي اللي درس الفلسفة ودرس الحقوق. لأن الإيمان ده مش لطائفة خاصة، ده جاي لمين؟ جاي للكل. يبقى لازم الأدلة بتاعته تروح لمين؟ تروح للجميع. ولذلك بكل بساطة كده لما يقول لك ربنا يعلم كل حاجة فيك ما بيدخلش ويكفي متاهة، يقول لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طب ده هو اللي عامل الكرسي دي بقى، اللي عامل الكرسي ده ما يعرفش الكرسي ده من خشب زان ولا من خشب أرو ولا من خشب مجنة، والمسمار بتاعه صلب ولا مسمار مش عارف من اللي بينتني، وبرمة ولا مش برمة، وعاشق ومعشوق، والغيرة بتاعته من نوع كويس ولا لا، ومدهوم قال لا، وده معمول حشو ايه، قطن شكله ايه، ولا قماش شكله، ألا يعلم من خلق؟ بس طب بالله دي تعود جبل ديا؟ ألا يعلم من خلق؟ ولذلك الناس اللي بتدوه صنعتهم تبقى مكشوفة يقول لك انت عايز مثلا طعم، يقول لك ايه، يقول لك انا هعمل لك خشب وتيجي كل يوم تشوف المراحل فعله، يوم يجيب الخشب تشوف الخشب تلاقيه زاد، وبعدين يروح عامل الخشب قدامك ومش عارف ايه عاشق ومعشوق وعامل له غيره، ويروح مسكه بالقمطات ويجي مرحلة مرحلة، مفهوم؟ فلما يجي يقول تقول له الصنعة دي مكونة، يقول لك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، الرحل ده يا بدوي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، والفطاط ده يا عربي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لانه اللي هو اللي عامله. فقال لك ايه؟ بدون جدل وبدون دخول في متاهات فلسفية ومقدمات ونتائج ومقدم وتالي ومش عارف وقياس ولا كلام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو عارف. يبقى سهل ولا مش سهل؟ هو ايه؟ سهل أوي، ولا فلسفة ولا أي حاجة أبدا. لذلك أنا بستعجب إزاي دول دخلوا المسألة في متاهة فلسفية ولا يدخلش فيه إلا اللي له عقل قد كده، عشان يخلي عقله قد كده. أنتوا فاهمين كلامي؟ قال اللي يدخل فيها الواد الفلسفي اللي عقله عامل إنه عقله قد كده، عشان يطلع منها إيه؟ عقله قد كده. سؤالنا الآن. ويطلع هايف كده بتفكير. ولذلك قال لك الجماعة دول اللي عاملين فلسفة دول بيقول لك فكر بشر، دول عملوا إيه؟ زي اللي معاه قطعة فضية نقد ريال كانوا يقولوا عليه زمان، يقول لك وجيه في كوم رمل ولا رمل، وقال لك ايه اسمع انا معايا الريال ده، انا هدفس الريال ده في التراب وبعدين نقعد ندور عليه. ايه الخيبه بتاعتك دي؟ تعبت نفسك في مساله ايه دي؟ ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ولذلك الفلاسفه اللي اشتغلوا من هذه المساله جزاهم الله خير، راحوا جايين في اخر مطافهم وقال لك نهايه اقدام العقول عقاله واكثر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا، ولا طلعنا بنتيجة ولا بحاصل. وانا عايز اسأل الفلسفة النظرية ماذا قدمت للدنيا من خير؟ انفصلت الفلسفة المادية ودخلت المعمل وطلعوا لنا الابتكارات اللي انتفعنا بها، طب وهم عملوا ايه؟
ولا شيء. يشك كده في شيء كلام فاضي لأول النهار ولا آخره. يقول له يا سيدي الإسلام جاء بالعقيدة الفطرية، ومعنى العقيدة الفطرية ها إن الناس فيها سواء، ما فيش لا متعلم ولا غير إيه أبدا في الأدلة العقلية كلنا إيه. ولذلك بس العربي البسيط اللي إحنا بقى أدلة الغاية وأدلة العناية ده كويس، وأدلة القصد كويس، فبقى بيشتغل بسيط. هو مشي كده أم لقى الصحراء فيها بعر البعير، ولقى فيها أرمل عليه قدم كده تاني، قال إذا كانت البعرات تدل على البعير يعني كان هنا إيه، والقدم يدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولا دخل في فلسفة ولا في متاهة ولا خد إيه لا سنت ولا أبدا ولا شيء، بس كده أمر بقى إيه أمر بسيط، انتهت المسألة. يدخلوا مع بعض في متاهات عقلية، وبعدين تيجي الراجل يحلها يقول له بالله أنت ما بتشوقش ربنا، يقول له يا عبيد إنما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى يشتاق إليه. فنيجي بقى نقول له تعالى بقى احنا عايزين نكرم عقولكم ونشوفكم اختلفتم ليه في الحكاية دي، اركتهم وبما كتبوا ايه الحكاية دي. قال لك والله مع حسن الظن بهم كل واحد تعصب لصفة من صفات الحق. شوف الانصاف، كل واحد تعصب لصفة من صفات الحق. ليه؟ دي واحد اللي بيقولوا عليه معتزلي يقول لك الله خالق كل شيء، كل الافعال اللي ربنا اللي خالقها. نقول له يا سلام، انت صحيح تعصبت لصفه القدره للحق، وطلاقه القدره ما فيش حاجه ابدا الا هو اللي عاملها، مش كده كويس؟ جه الثاني قال لكن الله عادل، تعصب لصفه العدل. قال لك ما يمكنش يبقى يخلق في الكافر كفره ثم يعذبه عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى ده مش عدل، لكن الله متصف بايه؟ بالعدل. يبقى ده متعصب لايه؟ قدره طلاقه القدره بتفعل كل حاجه صحيح، ودوكها متعصب لايه؟ للحد. يبقى كل واحد رايح لمين؟ لكن الصفات دي لذات واحده ولا لا؟ يبقى لازم يكون قادر وعادل معا، لا دي تفلت منه ولا دي تفلت. ادي العظمه بقى، ادي الايه. نقول له طب ما هو الفعل ما دام خلق الافعال، ما هو الفعل؟ الفعل هو توجيه جارحه لاحداث حدث. طيب انا همسح وشي كده، وجهت ايه؟ ايدي عشان امسح وجهي، مش ده الفعل؟ يقال مسح الشيخ وجهه بيده، مش ده فعل؟ طيب الفعل ده انا عملته؟ لا. ليه؟ قال لك ده انت لما تشوف الانسان الالي اللي عايز تحرك ايده وصوابعه، تلتفت علشان تحرك حاجه فيه، بتمسك كام زرار، تمسك الزرار ده فتتعمل كده، وتمسك الزرار التالت تعمل كده، وتمسك الزرار ده عشان وتقلق. فالانسان الالي علشان تحركه حركه واحده تمسك كذا زرار عشان تحركه. طب قول لي بالله انا ساعه حبيت امسح ايدي مسكت ايه عندك؟ انا مسكت حاجة؟ ده مجرد اني اردت ان امسح مساحة، مش كده؟ طب هات البتاع اللي بيكبش التراب ده يسموه ايه؟ شوف الولد اللي قاعد بيسوق بيعمل كم حركة عشان يعمل حركة تفتحه، مش كده؟ وحركة ايه؟ تنزله، وحركة تطبق على التراب، وحركة ايه؟ ترفعه. طب انا بعمل دي من غير ما اعرف ايه العضله اللي تتعمل كده، ولا العضله اللي تتعمل كده، ولا اعرف التركيب بتاعه، الا انني اردت ان امسح وجهي. يبقى مين اللي فعل كل دي بقى؟ يبقى يا من تتعصب لصفه القدره، الله هو الذي فعل. طيب وايه امال اللي حصل مني؟ انا وجهت الطاقه اللي بتفعل بالله إلى غير مراد الله فأبقى عاصي، وإلى مراد الله فأبقى طائع. يبقى أنا ليا الكسب بقى.
ليه الايه الكسبة. انا لما اجي اقتل واحد انا قتلته. انما ان كنت عايز ابقى انا اللي اقتله اقول له اقتل فين اقتل. لا ده انا جبت ايه سكينه وسيف ورحت ذبحه. انا عملت حق السكينه دي، السكينه هي اللي ذبحت واللي عملها هو اللي ذبح، مش كده ولا لا؟ انما انا خدت الاله الصالحه للفعل ولا عدمه فخلتها تعمل. يبقى دي اللي هي الكسبه. يبقى يا من تريد العدل، الله ان عذب على معصيه فلانك استعملت اداه مخلوقه للفعل ولعدمه. وان اردت الفعل هو الفاعل ولا مش هو الفاعل؟ هو الفاعل لكل شيء. وتبقى تنتهي المساله ولا لا؟ تنتهي المساله. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. ما دام الله اركسهم بما كسبوا وانتم مؤمنون بالله يبقى لازم يكون الراي فيهم ايه؟ راي واحد. والا بقى اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ اللي عايز بقى يقول لا نعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا يبقى هو بقى عايز يعمل له هدايه من نوع خاص، عايز ينسبهم الى ايه؟ الى هدايه ربنا قال لا دي ضلال. يبقى انت بتقف في صفهم ليه؟ انت عايز تعمل لنفسك هدايه. لكن الله حين يهدي يهدي من يشاء ويضل من ايه؟ من بان وضع القوانين. اللي يفعل كذا يبقى ايه؟ واحنا قلنا زمان افتكروا كويس انك اذا سمعت الله هذا فافهمها على ايه؟ معنى ايه؟ المعنى الاول انه دل كده، والمعنى الثاني انه اعان ومكن. يبقى فيها لها كم معنى؟ اثنين. هدى بمعنى ايه؟ دل، وهدى بمعنى ايه؟ واحنا كمان هنعيدها ثاني، واحنا ضربنا مثل حسي عشان نوضح به هذا المعنى. قلنا اني ماشي في طريق وعايز اروح اسكندريه ولا مش عارف الطريق الموصل، فجيت سالت عسكري المرور اللي واقف فقال لي الطريق الموصل الى الاسكندريه اهو. يبقى هداني ودلني ولا لا؟ انما هل حملني على ان اسير الى الطريق؟ هو قال لي وبس. قمت انا امنت وقلت له كتر خيرك والحمد لله اللي انا وجدتك هنا، ده انا كنت لو منتش موجود كنت تعبت. يقول لي ده انت راجل طيب. طب الطريق ده فيه لفه بعيده شويه عقبه كده، فيه سكه ملفوته، هركب وياك لحد ما نفيدك منها. يبقى تجاوز مرحله الدلاله الى مرحله ايه؟ ليه؟ لانني امنت بيه. فقال لك ربنا انا اهدي الناس جميعا واضلهم، فالذي يقبل على الايمان بي اقول له هعاونك بقى. مفهوم؟ وحايه اعاونك. ولذلك يقول لك ايه؟ اما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله يبقى هديناهم يعني ايه بقى؟ دللناهم بس، هم يعملوا ولا ما يعملوش ده موضوع اخر، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الهدايه ترد بمعنى الايه؟ الدلاله، وترد بمعنى ايه؟ الاعانه. نعين من؟ مش من امن به، انما اللي ما امنش به. والله لا يهدي القوم الكافرين. بقى يبقى كافر به ويعينه؟ مش ممكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده ولا لا؟ الله. يبقى اذا لله هدايتان، هدايه عم الناس بها جميعا وهي هدايه الدلاله، وهدايه خاصه بها من جاءه مؤمنا به وهي هدايه الايه؟ المعروف. ولذلك قلنا برضو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاطبه ربه بقوله انك لا تهدي من احببت، نفى عنه الهدايه ولا ما نفهاش؟ ها؟ نفاها. وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. بقى معقول ان في اسلوب واحد قراني يثبت له الهدايه وينفى عنه؟ يبقى انك لا تهدي اي لا تعينه على الهدايه. المعونه دي شغله مين؟ شغله الله. انما انت تهدي بمعنى ايه؟ تبقى تدل. يبقى هاتها من الاثنين، انك لا تهدي وانك لا تهدي، تقول له دي منفيه ودي ايه؟ مثبته. تبقى دي للدلاله ودي للايه؟ للمعون. الله هدى الناس جميعا فدلهم على طريق الخير، فالذي امن به واقبل عليه يسر له الايه؟ يسر له الامر.
يبقى عرفنا بقى والله أركسهم بإيه؟ أتريدون بأن تكونوا لما كنتم فئتين يعني أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوفوا بقى، شوفوا عظمة القرآن اللي ربنا يضله لأنه اكتسب ما يجيب أن يضله الله، ما بما كتبه ما تجدش له سبيل. كم المقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوه. ده قال لك ده دي تبقى برضو نفس، إنما الأبلغ ده مش أنتوا ما تقدروش تهدوه، ده ما يوجدش سبيل عشان تهدوه إليه. شوف العظمة بقى، مش ما تقدروش تهدوه، من يضلل الله فلن تستطيعوا أن تهدوه، لا ده انت لما تحب تهدي ما تلاقيش سبيل ثاني عشان تهدي اليه، فالسبيل هو الممتنع وليست الهدايه هي الايه. يبقى السبيل الذي يهدى اليه هو الممتنع، مش الهدايه منك، لان قد لا تستطيع ان تهدي ولكن سبيلا موجودا. يقول لك لا ما فيش سبيل خالص، هتوديه فين؟ انت تقدر تهدي يا سيدي لكن ما فيش سبيل خالص. ومن يضلل الله فلن تجد له ايه؟ سبيلا. او من يضلل الله فلم تجد له سبيلا. انما السبيل ايه؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق الذي يعطيك حق. اللي يضل الله لا تجد له سبيلا في ان ينقض هذا القرار، مليش حجة ابدا، ما فيش سبيل الى انك انت ايه تخلي ربنا يعدل على الحكاية دي، يعني ما فيش حجة خالص. يبقى خدنا المعنيين هم. الذين ينافقون يعملوا شوية كده وشوية كده، شوية كده وشوية كده، اللي بينكروا بقلوبهم ايه الايمان، واللي بيقولوا بألسنتهم ايه، ما هو الاعز على النفس البشرية، مكنونات قلبه ومعتقداته ولا مقولات لسانه؟ قلبه هي دي الايه الاهم. وما دام هم ما بيؤمنوش بقلوبهم وبيقولوا بس بلسانهم، يبقى العقيده معقوده على ايه؟ على الكفر. وما دام معقوده على الكفر، هم مش عايزين يجوا وياكم، بل عايزينكم تعملوا ايه؟ تيجوا انتوا وياهم. ودوا احبوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والى لقاء اخر.